احفظ. معلش انا لازم اطلع. لا في جرأة اخلاق بعد اذنك. انا ليا تلات عيال جوه مش هينفع. مش هينفع ارجع ورا. والله يحيى بيه يحيى بيه انت فاكرني صح؟ هي عليها عيالها جوه وعايز بس تطمن عليهم. مش شغلانه مش هينفع. يا يحيى ليه فهمني بس ارجع ورا. يا ليلى مالك ايه؟ عايزة ماما. طب تعالي معايا انا هوديكي لماما. تعالي يا حبيبتي. تعالي. تعالي. في الحمام! القنبلة في الحمام! ايوه يا راجل. طب الحمد لله. طب الولاد كويسين؟ اوكي انا جايه لكم اهو. عندي رسالة إلك. من مين؟ من صاحبك زيدان. بيقول لك ما في إشي صار بمصر، كان مجرد تهديد بس.